أنا أريد أن أفهم من كيف روسيا بإمكانها أن تضمن موافقة دمشق وطهران، وما ضمانات ذلك، وخصوصا أن الطرفين سبق أن اخترقا تفاهمات سابقة لروسيا مع أطراف أخرى. كما قلت، لا أحد يجبر نازحا واحدا لكي يعود إلى سوريا، هو قرار شخصي لكل واحد. ولكن أنا أعتقد هذا التنسيق بين روسيا والسلطات السورية هو نفسه هو ضمان لكل واحد أن الآن نحن نشكل الظروف الملائمة، الظروف الأمنية، سواء على مستوى، يعني أنا أقصد في مجال مكافحة الإرهاب أو على مجال تأمين النازحين أنفسهم بعد عودتهم إلى سوريا. ومسألة مشاركة موسكو في هذه العملية هي ضمان واضح للنازحين. يعني كل ما شاهدنا أن موسكو شاركت في أي عملية، المصالحات أو إلى ما هنالك، الكل كان يرى أن موسكو هي التي يمكن أن نؤمن بها. فلذلك كما قلت، الدور الروسي هنا هو نفسه هو ضمان لكل واحد.